الناس الكل مقتنعة اللي هذاك هو القانون اللي طبقناه. انت اليوم جاية مريضة وخشمك يجري وعينك وكذا وما تشوفش ومسكينة وسخفتني الله غالب اش تحب نقولك نقولك هكا يخاف السخف جاية من دارك وكل شيء باش تجبد هالمواضيع هذه اليوم. ربي يهديك ربي يهديك وربي ربي حبس علينا عقولنا وإيماننا سيد الرئيس خاطر وصلت الأمور اليوم الأشياء اللي ما عادش تتقبل. أنا بيدي محرج لأني كي نسمع أنا نائب بكري يجي يتكلم بك الكلام هذاك هو اللي كركر في جرته معناها هو اللي رمز من رموز الفساد واللي تحمل مسؤوليتي هنقولها توا رمز من رموز الفساد وجاي ويهاجم بالطريقة هذيك وياخذ في الشعب التونسي كمعناها واحد. أنا نقول لك لا تخوفني ولا تقلق حتى حد والمسلسلات اللي تعملوا فيها والسينما اللي تعمل فيها يا سيدة نايبة كي نكلمك أنا من بكري نسمع فيك نحكي على نوع من أنواع العصافير اللي تحوم حول الوحدة هذه. فهمتني وفهمتك سيدة النائبة إذا سيدة الرئيسة إذا كان الحد الأدنى من الاحترام ماهوش موجود أنا زادة من حقي باش ما نحترمكش ونقول الكلام اللي يقول فيه انت الكل الكلام اللي قلته الكل وتهز في الوراق وتوري كيما العاده تجيب لنا في نامبورت كيل ورقه وتبدا تعمل لي هك هذه تعديها على جماعه اخرين ما تعديهاش علينا احنا هنا ناس جديين احنا رجال دوله احنا ندافعوا على القانون احنا ندافعوا على هيبه الدوله وهذاك هو اللي مقلقك يا سيده النائبه انت مقلقك هو انه انت حبيت تحتكر الحرب ضد الفساد ودرا شنو حبيت تحتكرها جاوا ناس اخرين ما قعدوش يتكلموا ويتجدقوا ونهار كامل ويهاجموا في العائلات ويهاجموا في الأسماء ويهاجموا في الناس جاءوا بالفعل أنا كي نقول نوقف كي نقول نبعث عدل منفذ كي يقول نطبق القانون نطبق القانون خاطر أنا تربيت في هذاك وما حشتيش بدروس بتعطيهم لي أنت الأخير اللي بتعطيني دروس وانت أقول لك علاش قديش ليك هنا أنت في المجلس قداش سيادتك انت في المجلس هناك تقول لي سيادتك انت قداش سيادتك في المجلس هنا قداش تكلمت على فساد قداش جبت حكايات قداش جبت واحد حليتش مشكل للشعب التونسي مشكل واحد اخلقتش موطن شغل للشعب التونسي قويتش في القدره الشرائيه نتاع الشعب التونسي لقيتش حل للنواب لقيتش حل للناس الشمرات البرة في الشارع عملتش حاجة أنجزتش حاجة أنت اللي نهار كامل وأنت شدتنا معناها بيكم وعليكم وبيكم تقولي تحترم وكان جيت البرة شنو مش داخل معاك أنا في إيش معناها كان جيت البرة نعمل لك مرأة تتكلم هكا هذا قدر هذه أنت نائبة هنا قدام وزارة وقدام وزير وقدام رئيس مجلس تقولي لو كان جيت البرة نعمل لك كلام هذا شنو هالمستويات شنو السيد الرئيس هذا عمري ما شفت حياتي انا كي نحمد ربي اللي ما هزيتش حوايجي وقلت لوفدي معايا قلت واخرج شنو باش تعطيني تريحه لبرا شنو الكلام هذا اللي تقول فيه شنو هالمستوى هذا يا سيده النائبه شكرا